يا أستاذ الحمد لله. تسمعوني؟ تمام أستاذ واضح. تمام. إيش معروضتكم على الشاشة هسه؟ أقول لك السؤال مع البارحة يمكن. الكوز مع البارحة. تمام. أنا اطلعت على الإجابات مالتكم، يعني قسم مجاوبين وقسم ما مجاوبين، كان سؤال سهل يعني بصراحة، ما أعرف ليش يعني طلاب ما قدروا يجاوبون، ما أعرف ليش. مع العلم هذا الكوز يعني نفسه جايب أشرح لكم إياه بالمحاضرات، بس مجرد غيرت الأرقام يعني وغيرت البود دايجرام او الفريكونسي ريسبونس. زين بهذا سؤال الكوز، اول خطوه اذا اريد ماذا نعمل؟ اول خطوه نعملها قلنا استاذ نحول على صيغه البود فورم. نعم. نحول منين؟ كل اس الى جي او. ها؟ نحول كل اس الى جي او. دومين الى الفريكونسي دومين. تمام؟ نحول من الاس دومين الى الفريكونسي دومين، تمام لو لا؟ تمام استاذ. حتى نرسم الفريكونسي والفيس. ونحول من البود زيرو فورم الى البود فورم. بالتحويل راح يطلع عندي البود جين، ايش قد يطلع المفروض بعد ما احول الى البود فورم؟ قد يطلع البود جين، انا دزيت لكم الحلول وصلتكم؟ عبد الله وزعت للطلاب؟ استاذ موجود؟ وصلت استاذ. نشرتوها وصلت. يعني الحلول موجوده عندكم طلاب. موجوده استاذ. نعم. استاذ البود جين 10 طلع. قليل جدا. ليش 10 البود جين؟ يطلع كي على 4. البود جين يطلع كي على 4 من نحول من البود زيرو فورم الى البود فورم، يطلع البود جين يساوي لي كي على 4. كي على 4. تمام استاذ. تمام استاذ. ايه على 4 والكي يطلع 40، مو هيك شيء؟ فتطلع كي 40. من اعوض كي 40 بالترانسفير فانكشن هذا وارسم باستخدام الماتلاب، ارسم البود بلوت. يمي يعني بعد اتاخر ترى. ايش عندك هلا؟ استاذ انا بالحاسوب. ايه استاذ انا اليوم تجي الصبح. ايه ابوي اخذ السير ما عندي اشتغل. تاخرت استاذ. بس دقيقه. ايه عندي محاضره. ايه استاذ بس يا ريت عن الامتحان الجاي تضربه في 2 او تعيد. ما اضرب لا في 2 ولا لا. بدي اروح بعدين نتفاهم. بعدين نتفاهم. فطلاب أعوض هنا الكي 4 مع عيني وأرسم البود بلوت، فراح يطلع لي هذا الرسم. هذا هو الرسم مال البود بلوت بعد ما أعوض عن كي. إيش قد أفرض البود جين 1 في الكي؟ إيش قد راح يصير؟ 40 سنة. ها؟ 40 سنة. فمن أعوض 4 هنا وارسم البود بلوت راح يظهر لي هذا الرسم. هذا الرسم لما البود جين عندي افترضته 1 يعني 0 دي بي، فيطلع الجين 4. من خلال الرسم اوجد المطلب الاول. ايش كان عندنا المطلب الاول؟ الفيز استاذ كروس اوفر فريكونسي والجين مارجن. اريد اوجد الجين مارجن والفيز مارجن والفيز كروس اوفر فريكونسي والجين كروس اوفر فريكونسي، واطلع الديلي مارجن واعلق على الاستابيليتي مال السيستم. زين اذا نجي نحسب الجين مارجن، شلون نحسب الجين مارجن؟ قلنا وين نروح اذا اريد احسب الجين مارجن؟ لازم اوجد الجين كروس اوفر فريكونسي اللي هو تقاطع الزيرو دي بي مع مين؟ مع الجين بلوت، صح لو لا؟
استاذ الجين مارجن تقطع ال 180 الجين مارجن شلون وجدنا؟ هلا دكتور. طبعا حتى اوجد الجين مارجن اول شيء اوجد الفيس كروس اوفر فريكوانسي، فاروح اشوف تقاطع السالم 180 مع الفيز بلوت، وين يقاطع بيا تردد تقريبا حسب المؤشر هذا. هنا التردد اللي يقطع الفيز بلوت مع السالم 180 هو التردد 2 راديان بير سكند، هذا يمثل لي الاوميجا باي. الأوميجا باي هو تقاطع السالم 180 مع الفيس بلوت، فتشوفون هذا المؤشر السام قد يتردد قاطع. طلاب عند الاثنين، عند الاثنين، عند الاثنين. إذن الأوميجا باي إيش قد؟ 2 راديان بير سكند، هذا أول مطلب. حتى أجد الجين مارجن أشوف عند هذا التردد إيش قد تقاطع الجين بلوت عند هذا التردد. بعد تردد الاثنين اجي اقرا الجين بلوت، راح القيه طبعا بحدود السالب 12، سالب 12 الماجنيتيود عند هذا التردد هو سالب 12، اذا الجين مارجن هو مقلوب الاشاره، قد يصير الجين مارجن 12 زين. نجي على الجين كروس اوفر فريكوانسي. الجين كروس اوفر فريكوانسي هو تقاطع الزيرو دي بي مع الجين بلوت، ولو تشوفون هنا تقاطع راح يقاطع عند التردد 0.85. شوفون هذا السهم التردد اللي يقطع به الزيرو دي بي الجين بلوت عند التردد 0.85، إذن الجين كروس أوفر فريكوانسي مقداره 0.85. هاي واضحة النقطة لو ما واضحة طلاب؟ واضحة استاذ. استاذ إذا كانت يعني إذا قيمة تقريبية مثلاً 0.9 عادي ما أكون مشكلة؟ هو دحل يعني 0.8 السكيل كلش دقيق، بحيث منطقي كل مربع 5 دي بي وبالفيس كل مربع 10 دي بي، فأنا أقبلها مو مشكلة، مو مشكلة. بس أنت لو شوف التقاطع واضح صاير بين الثمانية والتسعة، بين البوينت صح لو لا؟ تمام. ليش تكتبوا 0.9؟ المفروض تكتبوا 0.85، لأن صاير بالوسط بين البوينت 8 والبوينت. على كلن ماكو مشكله، واضح. زين شلون اوجد الفيز مارجن؟ اروح اشوف اد هذا التردد، اد هذا التردد وين يقطع الفيز بلوت، اشوف اد هذا التردد اللي هو 0.85 يقطع باي النقطه، صاير بين السالم 130 والسالم 140 تمام لو لا؟ فهو حقيقه يطلع يقطع عند السالب، سالب 136، فسالب 136 من أضيف له 180 حسب قانون الفيز مارجن، إيش قد يطلع عند الفيز مارجن؟ 44 دقري. نعم 44، بحدود ال 44 اللي كاتب 45 46 43 ماكو إشكال. هذا الفور باراميتر واضح شلون وجدناه طلاب؟ ها نعم استاذ. زين قلنا الديلي مارجن، قلنا الديلي مارجن هو نقسم الفيز مارجن على الاوميجا 1. الفيز مارجن 44 حتى حوله من ديجري الريد، يعني اضربه في باي على 180 وقسمه على اوميجا 1 اللي هو 0.85، فيطلع عندي الديلي مارجن 0.9 راديان بير سكند. اكو اشكال شلون حسبت الديلي مارجن؟ قسم الفيز مارجن على اوميجا 1، بس الفيز مارجن بعد ما تحوله الى الراديان، عمليه التحويل نضرب في باي على 180. استاذ الاوميجا 1 اللي هي جين كروس اوفر اللي هي 0.85، ها اوميجا 1 هي راديان بير سكند والفيز مارجن بالراديان، فبالنتيجه يطلع ديلي مارجن سكند اللي هي 0.9 سكند. العفو هنا انا كاتب لك راديان بير سكند هي سكند، انا متوهم، هذا ديلي مارجن 0.9 سكند تطلع، هذا خطا مو راديان بير سكند هو ديلي، فانا متوهم كاتب راديان بير سكند هي سكند بالاجوبه النموذجيه، جواب النموذج اللي بعثت لكم اياه هو سكند وليس راديان بير سكند.
الديلي هو الديلي يعني زمن وليس فريكونسي. واضح؟ أحد عنده سؤال لحد هذا المطلب؟ بس ممكن أعاد السريعة أستاذ لأن كهرباء كانت مقطوعة هسه يلا قدرت أدخل. على الديلي مارجن شلون حسبناه؟ أي أستاذ. أنت وصلتك الأجوبة النموذجية لو ما وصلت؟ وصلتني أستاذ. أي وصلت. أي شنو الإشكال اللي بها؟ أي نقطة ما واضحة؟ أستاذ هاي ما الديلي مارجن يعني ما جاي أعرفه. الديلي مارجن هو نقسم الفيز مارجن على الأوميجا 1. الديلي مارجن نقسم الفيز مارجن على الأوميجا 1. الفيز مارجن طلعناه 44 بس هنا لازم أحوله إلى الراديان فأضربه في باي على 180 والأوميجا 1 هي 0.85 فيطلع الديلي مارجن هو 0.9 سكند. أنا خطأ مطبعي كاتب لكم إياه راديان بير سكند هو سكند لأنه شو اسمه لأنه هو ديلي تمام زمن. هي هاي اللي وهمتني صار. لا لا مو راديان سكند سكند أنا متوهم. تمام واضح. زين نيجي نعلق على الستيبلتي مال السيستم. السيستم ستيبل لو ان ستيبل 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 ليش؟ لان اوميجا باي اكبر من اوميجا 1 هذا اول شرط. والشرط الثاني عند الجين مارجن والفيز مارجن اثنينهم بوزيتيف فاليو. هذا المطلب الاول كما احد عنده اشكال عليه؟ أكو إشكال علي طلاب؟ ننتقل على المطلب الثاني لو واضح هاي النقاط. أسمع إجابة من عندكم طلاب. واضح يا أستاذ. واضح. زين المطلب الثاني شو يريد من عندنا؟ واحد يقرأ لي المطلب الثاني. يريد قيمة الجين اللي تجعل الأوميجا 1 3 راديان بير سكند. مو هيجي صح لو لا؟ صح. المطلب الثاني ها؟ اي نعم استاذ من اوميجا تساوي لنا 3 سكند. هسه لو تشوفون هذا ال 3 راديان بير سكند هذا المؤشر مال الماوس واقف على ال 3 راديان بير سكند. هذا اوميجا 1 3 راديان بير سكند. نصعد نشوف وين قاطع الماجنتيود عند هذا التردد. لو تشوفون الماجنتيود عند هذا التردد هو سالب 20 دي بي. الماجنتيود عند التردد 3 راديان بير سكند هو سالب 20. اذا معناها البود جين هنا ايش قد يساوي لي؟ لازم يصير بي شيفت اب بمقدار 20 استاذ. لازم 20. اضيف له 20 فمعناها البود جين يساوي لي ايش قد؟ 20 تمام؟ صح لو لا؟ 20 دي بي صار 20 بالدي بي 20 دي بي بوزيتيف. يعني هو طلع نيجاتيف بس حتى 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 هذا الاوميجا 1 فعلا يصير اوميجا 1 لازم لازم التردد هذا تقاطع ويا الزيرو دي بي. زين الماجنيتيود هو سالب 20 حتى اصعد للزيرو دي بي ايش قد اضيف له حتى يصير زيرو دي بي؟ 20 موجب 20 بالضبط. نعم إذن البود جين هنا 20 20 دي بي. أحوله إلى يونت ليس فأقسمه على 20 وأخذ اللوغ إنفيرس مالته. ف 20 على 20 واحد اللوغ إنفيرس مال الواحد إيش قد؟ 10 2.7. شنو 2.7؟ اللوغ إنفيرس مال الواحد إيش قد؟ شنو 2.7؟ 10 10. إذن البود جين 10 كيونت لس. عندي معادلة تربط البود جين مع الجين. قلنا البود جين هو كي على 4 طلع 10. إذن الجين إيش قد يصير قيمته؟ 40 40 أنا. إذا واحد يريد يتأكد يروح يعوض بالترانسفير فانكشن الجين الكي 40 ويرسم الماتلاب يعيد رسمه راح يلقي الجين كروس أوفر فريكونسي هو 3 راديان بير سكند. إذا واحد يريد شيء أي واضحة لو مو واضحة؟ مطلب الثاني واضح لو مو واضح طلاب؟ واضح؟ ولا؟ بالنسبة لي واضح أستاذ ما أعرف البقية.
المطلب الثالث يريد قيمة الجين اللي تجعل الجين مارجن 30 دي بي. قلنا هذا قانون بسيط، البود جين هو عبارة عن الجين مارجن الأصلي مع الأوريجينال سيستم الأصلي ناقص اللي مطلوب بالديزاين. الأصلي هو 12 والمطلوب بالديزاين 30، إذا 12 ناقص 30 شقد يكون البود جين قيمته؟ سالب 18. هذا قسمه على 20 واخذ اللوج انفيرس مالته، فيطلع عند البود جين 0.125. هاي نقطة واضحة لو مو واضحة؟ تمام استاذ. تمام، اروح هذا البود جين علاقته مع الجين، البود جين هو كي على 4، فراح يطلع عند الجين بهيجي حالة هي 0.5. اذا قيمة الجين اللي تجعل الجين مارجن 30 هي قيمتها 0.5. إذا أروح للترانسفير فانكشن الأصلي وعوض عن الكي 0.5 وأرسم بالماتلاب راح ألقي الجين مارجن مال السيستم 30. أروح إلى المطلب الأخير اللي يريد قيمة الجين اللي تجعل الفيز مارجن 50. فقلنا من قانون الفيز مارجن راح أطلع الزاوية عند الأوميجا 1 اللي هي الجين الفيز مارجن 50، وتنطرح من حسب قانون الفيز مارجن سالب 180 تصير سالب 130. إذا الزاوية عند الأوميجا 1 سالب 130، أروح أشوف التردد على سالب 130. التردد على سالب 130 على الفيز بلوت، هذا التردد على سالب 130 هو إيش قد؟ التردد على سالب 0.7. تشوفون هذا المؤشر واقف وتقاطع الفيز بلوت مع الزاوية سالب 130، التردد عندها 0.7. إذا عند هذا التردد 0.7 أروح أقرأ الماجنتيود، فشوفون عند التردد 0.7 الماجنتيود هو شقد قيمة الماجنتيود عند التردد 0.7؟ 1.93. 1.93 أنا مطلعها بالماتلاب دقيقة، بس طالب ممكن لأن هي فوق الصفر وهذا المربع كله يمثل لي 5، فممكن الطالب يكتب 2 2.25 1.75 ما عندي مشكلة، المهم هو بهالرينج محصول. دقة بالماتلاب أنا حاسبه 1.93 بس قيمة موجبة. زين، حتى هذا الأوميجا وان يصير جين كروس أوفر لازم يتقاطع مع الزيرو دي بي، فش قد هنا البود جين حتى الأوميجا 1 تصير فعلا أوميجا 1 تقاطع ويا الزيرو دي بي، ايش قد اضيف له حتى تصير ترجع للزيرو دي بي؟ سالب 1.3. هي بوزيتيف حتى رجع على الزيرو، ايش اضيف لها؟ سالب 1.9. سالب 1. فاذا هنا معناها البود جين هو سالب 1.93 دي بي. أحوله إلى يونت ليس، أقسمه على 20 أخذ اللوج إنفيرس، فيطلع عند البود جين 0.8. أروح على المعادلة اللي تربطها مع الجين، فالجين هنا راح شقد يطلع عندي 3.2. هسه إذا واحد يروح يثبت قيمة الجين 3.2 بالترانسفير فانكشن الأصلي ويرسم البود بلوت ويوجد الفيز مارجن راح يلقى الفيز مارجن 50. أكو طلاب شفتهم إما أنت قريت الماجنتيود موجب حتى ترجعوا للسالب لازم تضيف له نفس القيمة بس عكس الإشارة، يعني لازم تضيف له سالب 1.93. مو هيك حسين؟ حسين خالد موجود؟ حسين موجود؟ حسين خالد زين. أحد عنده سؤال على هذا المثال؟ هذا هو مثال الكويز. أنا حقيقة ما طلعت بشكل تفصيلي على الإجابات، ولكن هذه الإجابة الرئيسية أو النموذجية اللي بعثتها لكم وهذا الشرح مالتها. أحد عنده سؤال على سؤال الكويز؟ جبت لكم شيء أنا ما شارحه؟ طلاب لا استاذ اجابه من عندكم
جبت لكم شيء واني ما شرحه؟ مو كل هاي المطالب شارحينها بالمحاضره؟ مجرد غيرنا الفريكونسي ريسبونس وغيرنا الارقام، لانه ما معقول اجيب لك نفس المثال. اريد اشوفك فاهم المحاضره. نو كله مشروح استاذ، بس مرات صدمت يعني فكره انه امتحان، هذا اللي تسوي صدمه عندنا. فكثير شغلات نسيناها يعني اصلا بلحظه الامتحان، من راجعنا الحلول النموذجيه هي سهله وكلها مارتنا. يعني الامتحان الالكتروني اوبن بوك والفيديو موجود، يعني انت ممكن تخلى الرسم قدامك وتروح تشغل الفيديو مالتي وتشوف شرحي على الرسم وتحل. وقت انا منطيك ساعه ساعة واحدة. احنا ما سوينا هيك، احنا اختبرنا نفسنا يعني. هو صح وبنبط ايه، بس مو كل الطلاب. هسه واضح الحل مال السؤال؟ واضح الحل؟ اذا ان شاء الله المحاضرة الجاية نبدأ بالكمبنسيترز ونستمر في محاضراتنا حسب السيليباس مال الفصل الثاني. أحد عنده سؤال؟ أحد عنده تعقيب؟ بالنسبة للمطلب الرابع، يعني طلع يم بالحل النموذجي 3.2، أنا نطلعه 3. إيه؟ يعني عادي ماكو مشكلة. أوكي، ماكو أي إشكال، ماكو أي. ما قلت لك ماكو إشكال، ماكو، لأنه أنا منطيك الرينج مع كل مربع 5 dB. فمرات الطالب هي مثلاً بالماتلاب 2 يكتبها 1.8. أنا أعتبرها صحيح على اعتبار لأنه ما يقدر يسوي سب ديفيجن. فالمهم الفكرة مالته أنه فعلا صايرة بهذا الحقل، أعتبرها صحيح يعني ماكو مشكلة. بس مو هي مثلا صايرة يعني ما تتجاوز 2.5، واحد كاتب لي إياها مثلا 4 أو 3 يصير؟ لا أستاذ ما ترى. نايس. بعد أحد عنده سؤال طلاب؟ إن شاء الله. إذا ماكو سؤال الله معكم.